في خبر مهم دلوقتي حكيم كمان بيتكلم عن انه مرصد الفتاوى التكفيريه والاراء المتشدده التابع لدار الافتاء قال في تقرير تحليلي عن العمليه الارهابيه اللي حصلت في مسجد الروضه بمدينه شمال سيناء انه تلك العمليه كشفت عن اتباع التنظيمات الارهابيه استراتيجيه الارباك، وده يمكن اتكلمنا عنه امبارح ان هم بيلفظوا انفسهم الاخيره فبيروحوا يعملوا اي عمليه ارهابيه تكون ضخمه علشان يلفتوا النظر او الانتباه مره اخرى ليهم، ولكن في الواقع هم بينتهوا. الأعمال الإرهابية اللي احنا قلنا التنظيمات الإرهابية دي بيعملوا استراتيجية خاصة لإرباك، الخيارات المفتوحة قدامهم بتكون عمليات إرهابية وإجرامية خسيسة ترجمتها تكون في المجزرة اللي حصلت في مسجد الروضة بشمال سيناء. وأوضح تقرير المرصد أنه أسلوب الإرباك بالخيارات المفتوحة يعتمد على تغيير مستمر لخيارات الهجمات الإرهابية من ناحية الهدف والزمان والمكان، وده طبعا سعيا للتشتيت والتضليل والتشويش على القوات الأمنية اللي بتتصدى للجرائم الإرهابية. أضاف التقرير كمان أنه الاستراتيجية دي بتقوم على توسيع دائرة الأهداف التي تشن عليها عملياتها الإرهابية بحيث تصل رسالة للدولة والمجتمع مفادها أنه لا يوجد مكان آمن حتى لو كان المسجد هو في مأمن من أن تطاله عمليات الدينية، مما يشيع حالة من الصدمة والرعب بين المواطنين بهدف زعزعة ثقتهم في قدرة الدولة على توفير الأمن والحماية ليهم.